تناول الطعام ممتع بالتأكيد، ولكن علينا دائما أن نفكر قبل أن نأكل ونختار الأطعمة المناسبة لنا ولصحتنا. سنستعرض معا بعض الوجبات المنتشرة والتي يمكنها أن تتسبب في أضرار كبيرة على صحة الإنسان تصل أحيانا إلى حد الوفاة. البيض الني واللحوم الغير مطية جيدا. اللحوم الحمراء ولحوم الطيور الغير مطية جيدا، وكذلك البيض الني، يمكنها أن تحتوي على بكتيريا سلمونيلا الخطيرة والتي تسبب التهابات بالمعدة والأمعاء. والإصابة ببكتيريا سلمونيلا لا يهدد حياتك، ولكن إذا انتقلت البكتيريا إلى الدم فهي تسبب تجرثم الدم أو بكتيريميا، والتي يمكن أن يؤدي إلى الوفاة. بذور الفاكهة. يجب الحذر عند تناول الفاكهة ذات البذور مثل الخوخ والكرز، فإن بذورها تحتوي على مادة تسمى أميجدالين، وهي مادة تنتج السيانيد السام، ويمكن للجسم أن يهضم جرعات صغيرة من السيانيد، ولكن الجرعات الأكبر تسبب الدوار والقيء. والتسمم بالسيانيد يؤدي إلى ارتفاع الضغط وزيادة نبضة القلب، ومن ثم الدخول في غيبوبة. الفطر أو المشروم. لا شك أن الفطر يضفي مذاقا جيدا للكثير من الأطباق، ولكن هناك أنواع منه يمكن أن تسبب تسمما للإنسان، فإذا تم تناولها بكميات كبيرة يمكن أن تسبب ألاما في البطن وقيئا وعطشا زائد. أما إذا تم تناولها بصورة منتظمة فهي تسبب تلفا في الكبد، فليست كل أنواع الفطر تصلح للأكل. المحار. البعض يستمتع بأكل المحار، حيث يقوم بفتح المحارة وعصر بعض الليمون ثم تناولها مباشرة. المشكلة في أن المحار يصنف في المراتب الأولى للأطعمة التي يمكن أن تسبب التسمم حسب هيئة الغذاء والأدوية الأمريكية FDA. فالمحار يمكن أن يحتوي على مادة النوروفيروس والتي تسبب التهابات المعدة والأمعاء وبكتيريا فيرو، وهي مرتبطة بالكوليرا. المعكرونة سريعة التحضير. المعكرونة سريعة التحضير، وما هو متعارف عليها بالنودلز أو الأندومي، هي من أكثر الوجبات تناولا بين فئات الشباب والمراهقين، خاصة في الثكنات الجامعية وتجمعات العزاب. وتعتبر الصين من أكثر الدول استهلاكا لها، تأتي بعدها الولايات المتحدة الأمريكية. وقد اكتشف مؤخرا أن النودلز ليست وجبة صحية كما هو معتقد، فعلى العكس تماما. على حسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، وجد أن تناول النودلز بمعدل مرتين فأكثر أسبوعيا يعرض الشخص لأزمات قلبية، بالإضافة إلى أمراض مثل السكر واضطرابات القولون العصبي. وفي يونيو 2012 وجدت إدارة الغذاء والدواء أن المعكرونة سريعة التحضير تحتوي على مواد حافظة، هي عبارة عن مواد كيميائية تدعى البوتيل الهيدروكونين، وهي مواد يتم الحصول عليها من النفط، وهي أرخص أنواع المواد المتوفرة لحفظ الطعام. الوجبات السريعة. كشفت دراسة أجرتها كلية العلوم الطبية بجامعة نيو ساوث ويلز أن الوجبات السريعة عديمة القيمة الغذائية تقتل سنويا أكثر مما يفعل التدخين والحروب. ولفتت الدراسة إلى أن هذه الأطعمة يمكنها تغيير السلوكيات من خلال تعديلات في المخ تسبب البدانة، وذلك لاحتوائها على أحماض دهنية مرتبطة بزيادة الوزن، وبذلك تعتبر سببا لوفاة أكثر من 2.8 مليون شخص سنويا جراء زيادة الوزن والبدانة. سمكة البخاخ. تحتوي سمكة البخاخ أو السمكة المنتفخة على سم أشد فتكا 1200 مرة من مادة السيانيد القاتلة، الذي يعتبر من أخطر المواد السامة على الإنسان، ويؤدي إلى قتله خلال ثوان معدودة، ويتطلب طهيها شهادة خاصة وترخيصا يطلق عليه رخصة الطهي فوجو، ويشترط لدى الانتهاء من طهيها أن يتناول الطهي منها أولا. ورغم كل هذه المخاطر إلا أنها من أفخر الوجبات وأغلاها سعرا في اليابان. الشوكولاتة. تحتوي الشوكولاتة على كميات قليلة جدا من مادة أثيوبرومينغلويد التي من الممكن أن تسبب تسمم، لكن الأمر يتطلب تناول كميات كبيرة جدا منها ليظهر أثرها السام. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.